اصلي مانيش كل باش نعملوا حاجه دونك اليوم لسان فالونتان كيما وعدتكم. بون مش كل وعدتكم، وعدتك عباد جاوني قالوا لي امان عمل لنا جاتو سان فالونتان. قلت لهم باهي باهي. اول حاجه باش نعملوا جينواز سهله ياسر، حاجتنا بخمسه عظمات. دونك لهنا بويسك حطينا خمسه عظمات نحطوا خمسه مغارف سكر. في الغوسيت هذه ديجا عملتها لكم قبل، موجوده على البلوغ نتاعي غوسيت جاتو غولي، سينو فما ظهر لي لاون غوسيت تاع جينواز فسرت فيها كيفاش تعمل هذه. نعاود لكم يسالش الغوسيت هذه ديما قد السكر قد العظم قد الفرينه. باغ اكزومبل تحطوا خمسه عظمات، تحطوا خمسه مغارف نتاع ماكله كبار سكر، تحطوا خمسه مغارف كبار فرينه ديما قد قد. وتنوريكم كيفاش، مش كل مع بعض من الاول تحطوهم، لازم تبداو من الاول بالسكر والعظم. اتنوريكم كيفاش ان توكا. سينو شنو اخر حبيت نقول؟ كاين المول نتاعكم كبير تعملوا اكثر عظم، كان صغير تعملوا اقل. دونك سا ديبون تاع المول نتاعكم، نتوما تقراو تفهموا رواحكم ما تحطوا قداش، تنجموا نتوما تبدلوا فيها معناتها. المهم تحترموا ديما قد قد. كيما قلنا حطينا خمسة عظمات، نحطهم خمسة مغارف كبار سكر ديما قد قد. توا نبداو نركضوا فيهم، والسر نتاع الغسيت هذه هو الركضان، لازم اوموا تقعد دي مينوت تركض تتراو الفوليوم نتاع العظم والسكر لازم يتريبل. دونك اهم حاجه تركضوه بالكدا، ما تركضوش بالكدا تطلع لكم جينواز خايبه. به لهنا اونتر طون بدا من الجينواز غنحضر هيك، نحضر السيغو اللي باش نستعملهم بعد في الكريم او بور. دونك هذه 150 غرام سكر، باش نزيد قدها بنفس الكيس اللي قصت حطيت شطرو سكر، باش نحط شطرو ماء كيف كيف 150 غرام ماء معناتها. دونك نزيد الماء، نخلطهم ونحطهم على الغاز حتى يغليو، تنوريكم كيفاش لازم يوليو وكيفاش تعرفوهم اللي هما معناتها حضروا حتى كان ما عندكمش ثيرمومتر. لكم دي انا ديما نحط نكته قارس، خاطر ما نحبش ناخذ الريسك اللي السكر يكريستاليز، هي ماهيش اوبليغاتوار، اما انا باش ما ناخذش الريسك دونك نحط النكته القارس وجربتها وما يصير شيء. شوفوا كيفاش العظم لا تريبلي دو فوليوم. توا نورمالمون باش نزيدوا خمسه مغارف فرينه، تراريكم كيفاش لازم يتخلطوا بالسياسه باش العظم ما يتيحش، خاطر الغسيت هذه ما فيهاش خميره دونك ما لازمش الفوليوم تاع العظم يتيح لنا، ما كانش ما تطلع كي البلاستيك معناتها اذا كان طيحوا الفوليوم تاع العظم. بينوريكم بويسك انا طول علينا حطينا خمسه مغارف معناتها كيف كيف اللي باش نقصوه من الفرينه باش نزيدوه من الكاكاو، تراريكم قداش اللي يحب يعملها معناتها جاتو جينواز عالية وكل شيء، يعملها في مول عالي بيان سور، يقرا حسابه في لي زانغغيديون قد المول نتاعو. انا بويسك نعملها كيما الجاتو غولي دونك هذاك علاش نحط في بلاتو، دونك الطريقه نتاع الكويسون هي اللي تتفرق، سينو الغوسيت هي بيدها. باه دونك باش نبدا نحط مغرفتين فرينه هكا معبين، باش ناخذ مغرفه كاكاو ولا مغرفتين كاكاو، باش نزيد مغرفه اخرى فرينه، الكل في الكل يطلع حطينا خمسه مغارف ريتو، زوز مغارف كاكاو وثلاثه مغارف فرينه، باش نزيد شويه كولورون احمر هو اللي باش يعطينا اللون الاحمر ريد فلفت. دونك الفرينه والكاكاو لازمكم تصفيوهم قبل ما تحطوهم، تبداو تحطوا هكا بشويه بشويه وبالسباتول تحركوا، تنوريكم كيفاش شعريكم بالسباتول تحركوا من الجناب هكا وتدخلوا الوسط باش ما تطيحوش العظم نتاعكم، من الجناب وتحركوا في الوسط حتى لين الميلونج كل يتحرك بالسياسه بالسياسه، حتى لين الفرينه والكاكاو والكولورون هذوك الكل يتخلطوا مع العظم. بسينو الكولورون راه لازم فريمون تحطوا برشا، ماهوش جوست كيما بكري وريتكم، حكيت مغرفه نتاع قهوه معناتها ولا شطر معبي معناتها، كان تحبوا معناتها تجيكم حمرا حمرا على الاخر لازم تحطوا برشا كولورون. دونك اون فوا تو خلطت كل شيء كيما تراو فيها الكولور حمرا، بون كنت نشكون مستحمره اكثر من هكا كان حطيت اقل كاكاو، اما كوميم حمرا الضوء ماهوش قاعد يعطي فيه كولور صحيحه حسب مرة في التليفون، اما راهي حمرا ماهيش ماغون. شنو اخر حبيت نقول؟ تو باش نحطها في بلاتو نغطي ببابي كويسون تنوريكم كيفاش. بيان سور كيما قلت اللي يحب يعمل جينواز عاليه باش يستعملها في جاتو معناتها يحطها في مول عادي، معناتها مول عالي ما يحطهاش في بلاتو. ديت البلاتو نتاعي حطيت زبده من اللوطه كما تراو باش لصقت بيه باش يبدا البابي لاصق في البلاتو، ما يبداش هكا معناتها مش لاصق ومن بعد تطلع لي معوجه الجنواز نتاعي. وتو باش نصب فيها الجنواز،
به بعد ما حطيتو تو في البلاتو غزجو هكا عملوا له ضربات صغيرات هكا على الكونتوار باش يبدا الكل قد قد معناتها الكل يبدا ما يبداش جهه اخشن من جهه باش يتفرق بالقدا في دونك سخنت تو الفور على 180 دوغري باش ندخلوا الفور حسب ما نذكر ديما يقعد حكيت ربع ساعه اما بيان سور نتوما والفور معناتها عينكم ميزانكم وتنقول لكم انا تو قداش قاعد لي بالضبط دونك السيرو مزيك غليلي دونك شوفوا المغرفه كي تدوب مغطسها كيفاش تعمل هكا كوش على المغرفه دونك ظهر خاثر نجي وناخذوا هكا نكته نحطوها على الكونتوار شوفوا ديجا كي تحطها كيفاش ما تحلش معناتها مش كي قدره الماء هكا تتفرق دونك ظهر لي وخ دونك تجي تعمل هكا بيديكم تمسوها وتعمل هكا شوفوا كيفاش عملت خيوط ديما عملت خيوط كيكه ما تسيرو حذر لكم تسكروا عليه ما لازموش يولي اصفر ما لازموش يغمق لازم يقعد ابيض الكريم او بور باش ناخذ عظمه كامله بالابيض والاصفر دونك قصيت جوست باش تسمعوني نورمالمون ما تقصوش على كذان هو يبدا يتركض هكاك العظمه وانتم تبداو تصبوا في السيغو هكا اون فيلي بالسياسه يبدا هابط هكا نوريكم كيفاش وانتم تركضوا او ميم طون العظم والسيغو لهنا تقعدوا تركضوا فيه حتى لين كي تمسوا هكا من الروطه تلقاوه بارد عليتو كان تحطوا الزبده وانتم باقي دافي حتى شويه الزبده بجدوا بالكم واش تطلع لكم جيريه الكريم او بور نتاعكم دونك الي ترو امبورطون اللي تقعدوا تركضوا حتى يبرد كومبليتمون بالنسبه للجينواز خرجتها تو دونك فينالمون قعد جوست 10 مينوت بيان سور نتوما الفور نتاعكم راهو انا كان الفور نتاعي قعد 10 مينوت نجم فور اخر يقعد 8 مينوت فور اخر يقعد 15 مينوت دونك ديما عينكم ميزانكم ديما ثبتوا كي تراو هكا تمسوا هكا وتراو تحطوا كيغدون يخرج شيح هذاك معناتها راهي طابت انا ما حطيتش خاطر بالعين ظاهره طابت دونك الواحد والفور نتاعو نعاود نقول امانه قعدت لي 10 مينوت باهي لهنا حضرت زوز وريق عملت فيهم قلب كما تراو باش ناخذ السكينه ونبدا هكا نقص تصوركم تو فهمتوا عاد شنو باش نعمل دونك تقصوا الفورم نتاعكم تنجموا تعملوا اي فورم تحبوا عليها انا اخترت قلب بويسك سان فالونتان ام سينو تنجموا تعملوا اي فورم اي خير دونك هذو ما عندي زوز قلوب تو حطيتهم فوق بعضهم وجيت بالسكينه هكا تنجموا تخليهم هكا من غير ما تنقبوا في الوسط واللي يحب يبداو منقوبين في الوسط يجي بالسكينه وهكا يقص قلب دونك هذوما هما هكا كيما تراو زوج قلوب سينو دي شي ريفر دفلفت عمرهم ما يطيشوه ديما ياخذوه هكا ويفتفتوه هو اللي زينوا به من فوق فوق الكريم دونك ما طيشوش دي شي خاطر راهو تنجموا تزينوا به بنرجع تو الكريم او بور دونك العظم والسيغو بردو كومبليتمون لهنا عندي 175 غرام دو بور كما تراو باش نقصهم اون دي لازم يكونوا ا تمبيراتور امبيونت مي لازمش يبداو خارجين من الفريجيدير لازم يكونوا طريين باش نقصوهم اون كوب ونبداو نرمي فيهم او ميم طون نركضو كريم او بور شوفوا كفنها فينالمون استحقيت كان 120 غرام دو بور اما ساعات راه حتى الزبده تبدل حاجات دونك اذا كان جاتكم جاريه وباقي ترميو في الزبده رميتو 120 وباقي هي جاريه زيدوا راهو تلقاها ناقصه زبده بالنسبه للكريم او بور تنجموا تزيدوا فيها الفاني تنجموا تزيدوا الشوكولا كاكاو تنجموا تزيدوا بخلا نقول تحبوا عليه تنجموا تزيدوا حتى كولي تاع غله حسوا اللي تحبوا عليه المهم الكولي نتاع الغلا ردوا بالكم لازمش يكون جاري ياسر سينو يجاريكم الكريم تاعكم لازم يكون خاثر باش تزيدوه انا بيرسونيلمون اخترت نزيد البيستاش دونك خديت تنوريكم خديت 100 غرام دو بيستاش نردها كيل بات ومن بعد نزيدها الكريم تاعي دونك دي 100 غرام باش نحطها بكينه ونرحي حتى لين تولي تولي بات بلوتو مش بودر شوفوا دونك كيفاش وليت
وليت فريمون بات. تاو نحطوها في الكريم تاعنا. دونك لنا زدت شويه كولورون باش اللون يبدا مزيان خاطر اللون بيستاش مظهرش ياسر مالغري تسمى حطيت ياسر 100 غرام في شويه كريم هذه. دونك جوست على الكولور، اما اللي ما يحبش يحط بيان سور ما يحطش. بهي تاو دونك باش نبدا المونتاج. قبل ما نبدا جوست حبيت نقول لكم هي راهي طريه على الاخر، دونك تنجموا ما تعملولهاش سيغور حاش تسقيوها بيه، اما انا ديما جو بريفير نعمل باش تبدا معناتها فريمون تبدا خفيفه على الاخر وطريه. ما حبيتش نزيد سكر بويسكم برشا سكر فيها، دونك قلتش نعملها بالقهوه. تنجموا بيان سور تعملوا سيغور نتوما اللي يحب معناتها يسقي بيه، تنجموا تسقيو بالجو بالقهوه باللي تحبوا حاسيلو المهم، وتنجموا تسقيو هي الجمله. دونك بالبنسوه كنغطس في القهوه، دونك غطس في القهوه وندهنها باش تتسقى شويه. تاو حطيت الكريم في البوش باش نبدا نحط نزين فيها. دونك عملتها بالكريم الكل، تاو باش الثانيه باش نعملها بالقهوه قبل ما نحطها. ومن بعد تهزو بالسياسه على الاخر خاطرش تكسر لكم لو تبدا بالسيغو ولا بالقهوه. دونك حطيت الجينواز الثانيه تو باش نكمل نزينها من فوق. دونك لهنا كيما تراو حطيت الكريم من فوق، استعملتك شويه من كديشي كرشيتو وبيان سور تنجمو تزينو تكملو كيما تحبو، تحطو دي شوكولا، تحطو غل، دي فريز، دي فرامبواز، دي ماكارون، نوار اللي تحبو حاسيلو. D'autres façons de se quitter, quelques éclats de verre auraient peut-être pu nous aider. Dans ce silence amer, j'ai décidé de pardonner. Mais